كل سنة وانتم طيبين جميعا. كل سنة وانتم طيبين. أنا مش عايز أعطلكم عشان قداسة البابا ما يزعلش. بس اسمحوا لي أقول لكم كلمتين كده. في البداية أنا بوجه لكم جميعا التحية والتقدير والاحترام. واسمحوا لي إن أنا أهنيكم كل عام وأنتم بخير. كلنا بخير. احنا السنه اللي فاتت قلنا عايزين واحنا بنحبكم جدا. انتوا مش واخدين مش السنه اللي فاتت احنا قلنا عايزين نحب بعضنا بجد ونحترم بعضنا بجد. فيا رب نعرف نحب بعضنا بجد. فكل سنه وانتم طيبين. خليني أقول لكم أنا عايز أوصيكم وأوصي كل المصريين بالمناسبة ديت. شوفوا ومن فضلكم توقفوا قدام كلامي كويس. محدش أبدا يفرق بينا. إيه ده؟ اللي عايز ده مهم جدا. الموضوع ده مهم قوي. والموضوع مش انا اعمله بس، ده نعمله كلنا. اسمعوا بفضلكم كلنا لازم نرجع مش زي زمان اكتر. احنا مع بعض. يا رب يديم الحب يعني، يا رب يديم الحب. فأنا عايز أوصيكم وأوصي نفسي وأوصي كل اللي موجودين معانا هنا. شوفوا تاني، مفيش حاجة تأذينا، لا ظروفنا الاقتصادية ولا حتى ظروفنا السياسية ولا أي حاجة. أي حاجة ممكن نقدر عليها إلا إن إحنا نختلف. وعايز أقول لكم إن ربنا سبحانه وتعالى سننه في الوجود التنوع والاختلاف. سننه في الوجود التنوع والاختلاف. مفيش حاجة واحدة غيره هو. لكن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين، أديان، أشكال، ألوان، لغات، عادات، تقاليد، كل حاجة. محدش يقدر يخلي الناس، وانا قلت الكلام ده قبل كده، محدش لا قدر قبل كده ولا هيقدر بعد كده يخلي الناس حاجة واحدة. محدش هيقدر ده. مش انا بقول ان ده مش حدش هيقدر يعمله. اسمعوا، احنا كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. بس أنا عايز أقول لكم حاجة. خليني أقول الكلمتين اللي أنا نفسي أقوله لكم. لأن إحنا في مصر اللي علمت على آلاف السنين البشرية والحضارة بتعلم دلوقتي. أيوة بتعلم دلوقتي. بتقول لي للناس تعالوا أنتوا بتعملوا إيه؟ بتقول لي للدنيا كلها. بس عقبال ما الدنيا كلها تسمعنا وبعدين تعرف اللي بتسمعه مننا وبعدين تنفذ اللي عرفته مننا وبعدين ده يتحول لعادات وتقاليد بين الناس هياخد سنين طويلة. ده طبيعة البشر. كنت بتكلم مع طيب والله يعني خلونا نسقف على طول بقى. طيب كنت اسمعوا، كنت بتكلم وانتوا طيبين، كنت بتكلم
مع أحد المفكرين من كام يوم كده، بقول له من فضلكم إحنا عايزين نعمل كتاب أو كتب تعلم الناس إن الدنيا مش زي بعضها، من أول ولادنا اللي في المدرسة الصغيرين لغاية اللي في الجامعة، نقول له مش زي بعضنا، واقبل ده، مش اقبله بس، اقبله بحب، لأن هو ربنا خلقنا كده. فدي واحدة. النقطة التانية، حاضر، النقطة التانية اللي عايز أقولها لكم، لو إحنا عملنا ده هندي المثل والنموذج للمحبة الحقيقية بين الناس، بين الناس وبعضها البعض، ومفيش حاجة تقلمنا ولا حاجة تعذبنا أبدا. دي نقطة تانية. تحيا مصر بيكم، تحيا مصر بيكم. آخر نقطة هقولها لكم، أنا عايز أقول لكم، لا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر بأهل مصر، تحيا مصر بأهل مصر، مش بالسيسي، لا تحيا مصر بأهل مصر كلها. طب اسمع، طب اسمع اسمع، طيب قداسة البابا هيزعل. خلي بالكم، احنا اتأخرنا عليكم في ترميم وإصلاح اللي تم إحراقه، اتأخرنا. إن شاء الله السنة دي كل اللي متأخر قداسة البابا هيكون مصلح. واسمحوا لي اقول لكم، اسمحوا لي اقول لكم، يا ريت تقبلوا اعتذارنا في اللي حصل ده، يا ريت تقبلوا اعتذارنا في اللي حصل ده. ما كانش واحد ف طيب ف خليني اقول لكم، طيب خليني اقول لكم، فان شاء الله السنه دي، حاضر السنه دي ان شاء الله، ونكون لو لنا عمر ونصيب من اهل الدنيا، انا السنه الجايه نكونش في بيت واحد من بيوتكم ولا كنيسه واحده من كنائسكم الا ما نكون رجعناها. خلي بالكم، ده مش تفضل مننا، ده مش تفضل مننا، ده حق، واحنا مش هننسى ابدا. اسمعوا طيب، اسمعوا طيب، مش هننسى ابدا لكم ولا القداسة البابا الموقف الوطني المشرف العظيم اللي اتعمل خلال الفترة دي. أنا بشكرك يا قداسة البابا، وبشكركم كلكم مرة تانية. مرة تانية، كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم، وعيد سعيد علينا كلنا، والسنة الجاية إن شاء الله تبقى خير وسلام وأمن واستقرار بينا كلنا. في الآخر، تحيا مصر بينا كلنا، تحيا مصر بينا كلنا، تحيا مصر بينا كلنا. كل عام وانتم طيبين. شكرا يا قداسة البابا.
جيوس أثاناتوس أو إكبر ثينو جنسيس إلي سوليماس أجيوس أثاناتوس ο εκπαρθένο γενέθης ελέησον ημέν ζώξε πετρί και ιό και αγέιο πνεύματι γενήν και αΐ και αιώνας τον αιώνα.